تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي ما خلاله راح نكمل إن شاء الله المراجعة الشاملة الخاصة بمادة اللغة الفرنسية لبكالوريا 2024 إن شاء الله. اليوم إن شاء الله رانا في الحصة رقم 5 من هذا المراجعة. رانا درنا إلى حد الآن 4 حصص كاملة، روحوا شوفوها وروحوا التحقوا بالحصة هذه. بيان سير قبل ما نبداو ما تنساوش ديرنا اشتراك للقناة، تخليو لنا جيم لا فيديو هذه وتخليو لنا اكبر عدد من التعليقات، وايضا بارطاجيو لا فيديو هذه والفيديوهات اللي فاتوا، يعني الحصص الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مع الزملاء تاعكم، هكذا باه يستفاد اكبر عدد من مترشحي باك 2024، خاصه التلاميذ اللي مازالوا ما بداوش ماده اللغه الفرنسيه ومازالوا لحد الان ما قراوهاش. ممكن الحصص هذو ان شاء الله رايحين يعاونوكم به، يعني تلتحقوا وتديوا ان شاء الله علامه مليحه في هذه الماده. دونك توجور نحب نفكركم باللي هذا المراجعه الشامله هذه راهي برعايه ملخص المراجعه النهائيه. ملخص المراجعه النهائيه هذه في ماده اللغه الفرنسيه راه مجانا، راه متوفر مجانا. تحبوا تيليشارجيوه بي دي اف، راني دوك نخلي لكم رابط في صندوق الوصف، روحوا لا ديسكريبسيون تلقاو رابط تحميل ملخص المراجعه النهائيه بصيغه بي دي اف، وروحوا يديكم ديريكتومون للتيليجرام تيليشارجيوه من التيليجرام. اللي يحب يمبريميه بالشكل هذا او رايح يسمى كما يحب هو واش يساعده، واللي يحب يقرا عليه من التليفون يقرا عليه. والحصص هذو رايحين يشرحوكم واش كاين في هذا الملخص، لانه راني دوك راني مدير الملخص لهنا ونشرح لكم. يعني كي جيت ان شاء الله تقرا من الملخص هذا راح تفهم واش كاين في الملخص هذا، ماشي تقرا وخلاص، يعني على بالك واش كاين وعلى بالك واش راح تقرا في الملخص هذا ان شاء الله. دونك في الحصه تاع اليوم وهي الحصه الخامسه رايحين ندخلوا في النداء لابيل لو تيكس اكزورتاتيف، لو تيكس اكزورتاتيف. دوك الحصه هذه راح نشوفوا بعض الدروس، والحصه الجايه ان شاء الله الحصه السادسه راح نكملوا الدروس اللي بقاو. دونك الحاجه الاولى اللي لازم نعرفها كاس كان ابيل، يعني واش هو ان ابيل، واش هو النداء. دونك كي نجينا للتعريف تاعو يقول لي سي ان تيكس اكزورتاتيف، سي ان تيكس اكزورتاتيف معناها ارشادي نصحي اعازي الى اخره. داكور ارغيمونتاتيف يعني في زوج، اكزورتاتيف وارغيمونتاتيف. ارغيمونتاتيف معناها حجاجي، يعني اعازي وحجاجي. دونك علاه حنا نقولوا له ارغيمونتاتيف؟ لانه راح نلقاو فيه لي زارغيمون، راح نلقاو فيه الحجج، ومن بعد نعرفوا علاه كاين الحجج. كي سيبل لو ريسيبتور، شكون هو لو ريسيبتور؟ هو المرسل اليه، لانه النداء هو عباره عن رساله، سي ان ميساج اللي نبعثوه لي تلقى هذا الميساج هذا نقولوا لو ريسيبتور. علاه نبعثوه له؟ دون لو بوت دو لو فير رياجير، يعني نخليوه رياجي، رياجي يحل لنا المشكل هذاك. يعني يكون عندي ان بروبليم نبعث رساله للمرسل اليه نقول له عاونني، والله لازم نتعاونوا باه نحلوا هذاك المشكل. دونك عندي الشيما هذه دوكا تاع لابيل، هكذا باه تفهم البرينسيب تاع لابيل كيفاه يجي الكونسيبت تاع لابيل. دونك الحاجه الاولى يكون عندي ان بروبليم، عندي مشكل. المشكل هذا كي يشوفوا لو ديسيناتور او بيان نقولوا ليميتور او بيان المرسل ولا الكاتب، ما يقدرش يحل المشكل هذا وحده. دونك واش يدير؟ يكتب لنا ان ابيل، نداء. داكور النداء هذا لمن يبعثوا؟ يبعثوا لو ديسيناتور لو ريسيبتور ولا نقولوا له المرسل اليه. يعني كاين واحد الفئه هكذا الكاتب في النص يسيب ليها، يعني يبعث لها الرساله هذه، متفاهمين؟ باه يسي يقنعها، يعني قلت لك يقنع. دونك راح يستعمل دي زارغيمون يقنعها، باه واش يدير؟ باه تحل معاه المشكل، يعني يساعدو باه يحل المشكل. دونك انا في النداء واش راح نلقى؟ شوف معايا مليح، واش راح نلقى؟ راح نلقى لي فيرب بيرفورماتيف، لي فيرب بيرفورماتيف. دوك نشوفوهم شنو هما لي فيرب بيرفورماتيف. راح نلقى لي فيرب دو موداليتي، لو فيرب فالوار، لو فيرب دوفوار، اي لو فيرب بوفوار. لي تروا فيرب هذو سو سون لي فيرب دو موداليتي. داكور. وعندي راح الكاتب يستعمل لي لامبيراتيف، يعني الامر، الامر اللي هنا لا فالور تاعو هي ليكزورتاسيون. داكور هي ليكزورتاسيون، ماشي باه يمد امر لهنا، باه يعاون في الايعاز ويدوموندي من لو ريسيبتور باه يعاونو باه يحل هذاك المشكل. وعندي ثاني حنا قالو بوت، لو بوت باستعمال بور. داكور باستعمال بور.
هذا كامل راح نلقى ثاني في لابيل لا ريبيتيسيون، يعني عبارات تتعاود، عباره يعاودها مرتين الكاسب، فاهمين؟ عباره يعاودها مرتين، هنا نقول لها لا ريبيتيسيون، تكرار. لهنا علاه يدير التكرار؟ سي بور لا كونفيرماسيون، هذا هو لابيل. قلنا الحاجه اللي راح يكون عندي ان بروبليم، مشكل، مشكل لو ديسيناتور ولا لوتور ما يقدرش يحل هذاك المشكل وحده، دونك يبث لنا يكتب ان ابيل، نداء لو ديسيناتور يقول له عاوني، يقول له لازم نحلوا المشكل هذا، يعني لازم نضامنوا كامل باه نحلوا، نتعاونوا باه نحلوا المشكل هذا، داكور. وفي النداء قلت لكم تلقاو لي فيرب بيرفورماتيف، لي فيرب دو موداليتي، الامبيراتيف اي لو بيت، متفاهمين؟ هذا هو النداء. اللي حاب شرح ديطايي يروحوا لاشين يوتيوب، كتبوا كاس كان ابيل، تخرج لكم ديريكتومون لا فيديو فيها بالتفصيل الممل، راني مفصلها لانه لهنا مجرد مراجعه. واللي حاب يبدا من لي فيديو هذو اذا كان فاهم، اذا لقى روحو باللي فهم واش كاين يتبع لي فيديو هذو، اما اذا لقى روحو باللي مازال ما فهمش يروح يشوف لي فيديو ديطاي يوم كاين كلش في القناه، متفاهمين؟ دوكا نروحو لو بلون، دوكا هذا هو اهم حاجه، لو بلون، منهجيه النداء، المنهجيه، منهجيه نص النداء. حنا نعرفوا باللي كل نص واش نلقاو فيه، نلقاو فيه تخوا بارتي، لانتروديكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكليزيون، يعني المقدمه والعرض والخاتمه. اما في النداء ما نقولهمش مقدمه وعرض وخاتمه، لهنا نقول لهم دي بارتي، يعني اجزاء، هام الاجزاء راح نلقى تخوا بارتي. لا بروميير بارتي نقولها لا بارتي اكسبوزيتيف، يعني جايه من لو فيرب اكسبوزي، يعني يعرض. لهنا واش يدير الكاتب؟ لهنا الكاتب دغيس لو كونستا نيجاتيف، يعني يدير تقرير شامل حول المشكل، يعني يقول لك باللي كاينه اون سيتياسيون بروبليم، كاينه وضعيه مشكل، وضعيه مشكل. لهنا الكاتب يعرض تقرير حول المشكل، يعني في لا بروميير بارتي في الاول خلاص راح تلقى الكاتب يعني واش هو المشكل اللي راه يهضر عليه، يعني تلقى الموضوع وتلقى البروبليم، تلقى حاجه سلبيه راهي صاريه. بعدها في لا دوزيام بارتي نقولها لا بارتي ارغيمونتاتيف، الكاتب اللي هنا واش راح يدير؟ لوتور افونس دي زارغيمون، يعني قدم لنا حجج، حجج هذوك علاه؟ سي بور كونفانكر لو ديسيناتير، لهنا سي لو ديسيناتير، لو ديسيناتير، شكون هو لو ديسيناتير؟ هو المرسل، المرسل اليه، لهنا الكاتب يعرض حجج لاقناع المرسل اليه، يعني لازم يقنعوا بضرورة تغيير هذا الحالة هذه وحل هذا المشكل. في لا ديرنيير بارتي سي لا بارتي اكزورتاتيف، اكزورتاتيف لهنا الكاتب راح يمد اي لونس سون ابيل، يعني لوتور لونس سون ابيل، يعني راح يقدم النداء تاعو باستعمال لي فيرب بيرفورماتيف، لا ريبيتيسيون، لي فيرب دو موداليتي اتسيتيرا. هادو هما، يعني انت دوكا كي يعطيولك ان شاء الله نداء، يجيك الموضوع نداء، لازم تقسم لي بارتي تاعك، تعرف والله لا بروميير بارتي، لا دوزيام بارتي، لا تخوازيام بارتي، واللي من خلال هذو لي بارتي واش راح دير؟ تكتب لو كونت روندو، متفاهمين؟ هذه هي. لهنا نروحو نشوفو دوكا لا فيزي كومونيكاتيف، كيلي لا فيزي كومونيكاتيف دان ابيل، هي تقريبا ماهيش كيما لو تيكست ديستوار، يعني راح تكون مبسطه عليه. دونك حنا قلنا بلي لا فيزي كومونيكاتيف يقدر يقول لك لا فيزي بيان انتونسيون بيان لو بيت وبيان لوبجيكتيف، متفاهمين؟ لكن في لابيل ماهوش راه يعطي لك سؤال مباشر، يقول لك كالي لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور، يعني لهنا مستبعده. واش راح يدير لك؟ يعطي لك خيارات، يعطي لك تخير، داكور. دقيقة هاني جبت الماركر وجيت. دونك في قلنا في لا فيزي كومونيكاتيف ماهوش راح يعطي لك سؤال مباشر كيما هذا، فاهمين؟ يعطي لك خيارات. واش راح يقول لك؟ يقول لك اترافيغ سو تيكست، اترافيغ سو تيكست لوتور فو، واش حاب لوتور يدير من خلال هذا النص، ويعطي لك خيارات، متفاهمين؟ يعطي لك خيارات. دوكا حنا كي نجيو لا فيزي كومونيكاتيف تاع لابيل نلقاو يقول لك لا فيزي اي اكزورتاتيف، لا فيزي اي اكزورتاتيف، لوتور شيرش ا انسيتي
sensibiliser le destinataire afin de résoudre le problème. يعني الكاتب واش حاول يدير؟ يحاول يحث، يحاول يوعي، يحاول يطلب من لو ديستيناتير من اجل حل المشكل، يعني يوعي هذا المرسل اليه من اجل حل المشكل. دوك انت كيعطيو لك يعطيلك خيارات كيما هذا، في خيارات انت ركز على الخيار اللي فيه لي فيرب كيما انسيتي، لي فيرب بيرفورماتيف. دوك نشوفوهم سونسيبيليزي، تفهمين؟ هو يقدر هنا يقول لك انسيتي سونسيبيليزي. في الخيار الثاني يقول لك مثلا دينونسي. هنا حنا عندنا في لابيل ما كانش لو فيرب دينونسي، تفهمين؟ ولا يقدر مثلا يقول لك روندر اوماج، يقدر يكلحك يقول لك روندر اوم، ما كانش روندر اوماج دون زان ابيل، تفهمين؟ لهنا في لابيل نسمع غير لو فيرب انسيتي سونسيبيليزي ابلي، متفاهمين؟ يعني انت ركز على الخيار اللي تلقى فيه لي فيرب هذا، تفهمين؟ هذه تعاونك باه تخير الخيار الصحيح. دوكا نجيو لي فيرب بيرفورماتيف. دوكا نعطيكم لي فيرب بيرفورماتيف، هذو هما اللي ركزوا عليهم، هذو ثاني يعاونوكم باه تجبدوا لا فيزي، كي يعطي لك خيارات. دونك هذه لها ليكسبريسيون دو بوت، هام لي فيرب بيرفورماتيف. دوكا بعد نرجعوا لدو بوت. ها واش هما لي فيرب بيرفورماتيف؟ سو سون دي فيرب امبلواي، تستعمل من اجل بوغ انتربولي، ركز لي مليح، ها انتربولي inciter et encourager, ce sont des verbes de des verbes performatifs. Le destinataire dans le but de faire quelque chose, يعني يحثوه. Ici où les verbes هذو performatifs, ils s'amènent le كتب من أجل الحث المرسل إليه. Ils sont employés généralement dans un texte exhortatif. نستعملها بزاف les verbes في le texte exhortatif, يعني في l'appel. Ils sont toujours employés à la première personne du singulier ou bien du pluriel. يعني نستعملهم غير مع je ou nous. ها يعني انت كون تلقى مثلا لو فيرب appeler تلقى هكذا nous appelons، هكذا nous appelons، تفهمين؟ هذا سي فيرب بيرفورماتيف. دوكا عطيتك انا واحد لا ليست هكذا كيما لو فيرب demander، يعني يطلب، réclamer يطالب، conseiller ينصح، sensibiliser يوعي، appeler ينادي، ordonner يأمر، encourager يشجع، inciter يحث، exhorter يناشد. يعني تركز على هذو لي فيرب، كون يعطيهم لك في الخيارات هذو خير الخيار اللي تلقى فيه واحد من لي فيرب هذو، هنا تعاونك. و او مام طون لازم تقرا النص تاعك وتفهمه، ماشي تروح ديريكتومون انت ماكش قاري النص مره وتروح تقول له باللي دير له قادر يدير لك بياج. Donc, il faut faire attention. Donc, هذا هما لي فيرب بيرفورماتيف. قلنا لي فيرب بيرفورماتيف تلقاهم من غير مع جو ولا نو. يعني مثلا إذا لقيت لو فيرب دوموندي، مثلا يقول لك جو دوموند، هكذا جو دوموند، تلقاها هكذا جو دوموند، يعني تلقاهم غير مع جو وتلقاهم مع نو. يعني أنت كي تشوف لا ديرنيير بارتي، هنا لي فيرب بيرفورماتيف نلقاهم في لا ديرنيير بارتي، في لا بارتي اكزورتاتيف. دونك كي تلقى لو برونون نو ولا جو، شوف واش كاين موراه، راح تلقى ان فيرب بيرفورماتيف. دونك هذه الافعال، ها قلت لك هنا ملاحظه، هذه الافعال تدرس من اجل معرفه وتحديد النداء والتفريق بينه وبين النص الحجاجي. هذو ثاني راح يعاونوك باه تعرف تفرق ما بين لو تيكست اكزورتاتيف، يعني لابيل، وما بين لو تيكست لو تيكست اكزورتاتيف بلوتو اي لو تيكست ارغومونتاتيف. نروحو دوكا ليكسبريسيون دو بوت. ليكسبريسيون دو بوت لهنا، ليكسبريسيون دو بوت هي كيما لي رابور لوجيك اللي قريناهم، لا كوز لا كونسيكونس، لوبوزيسيون اي لا كونسيسيون. هنا لا كيسيون راح تكون كيما تاع لي رابور لوجيك، يعطي لك لهنا اون فراز ايل دوا إلفي لا فوا افان داتر اوبي، يعني قال لك لازم يرفع الصوت من اجل انه يتم احترامه ويطيعه، متفاهمين؟ لهنا لو بوت معناها الهدف، يعني لهنا علاه يرفع الصوت تاعو؟ من اجل انه يكون محترم ومطاع. دونك لهنا عندي الاداه هي افان دو، يعطيك سؤالين، يقول لك كالي لو رابور لوجيك اكسبريمي دون سيت فراز،
يعني لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لوبوزيسيون. ومن بعد يقول لك رومبلاس لو كونيكتور. لو الكونيكتور هو افين دو ها افين دو لو كونيكتور يقول لك لارتيكولاتور بار ان اوتر كي اكسبريم لو ميم رابور. يعني بدل لي بواحد اخر لي يعبر لي على نفس الرابور. في السؤال الاول يطلب منك تحديد الرابط المنطقي هل هو كوز ولا كونسيكونس ولا اوبوزيسيون كونسيسيون بوت. في السؤال الثاني يطلب منك تبديل اداه الربط المنطقي مكتوبه بالاحمر اللي هنا وراها هي مانيش كاتبها بالاحمر هاي ليسونسييل هذه افان دو هاي افان دو باداه اخرى تعبر عن نفس الرابط المنطقي. يعني انت كيما تلقى دوكا افان دو راح تعاونك به تعرف لو رابور لوجيك او ميم طون تكون حافظ ادوات واحده اخرى. مثلا راح تنحي افان دو تنحي افان دو وتقول له بور هكذا il doit élever la voix pour être obéi. فاهمين لتحديد نوع الرابط المنطقي وتبديل الاداه بسهوله عليك بحفظ جميع الادوات الخاصه بالاكسبريسيون دو بيت. يعني الادوات كيما بور افان دو افان كو لازم تحفظهم متفاهمين هكذا باه يعاونوك باه تعرف لو رابور لوجيك. هاني عطيتكم لهنا لي كونيكتور كي اكسبريم لو بوت. هاي عندي كيما بور كو افان كو دو مانيير ا سو كو ولا دو مانيير كو دو فاصون ا سو كو ولا دو فاصون كو دو سورت كو. عندي لهنا ثاني بور عندي افان دو دو مانيير دو وشنو اللي فيهم الكو هذو كامل يجي موراهم سيبجونكتيف واللي فيهم دو كيما بور لهنا بور ما فيهاش دو لهنا ا دو 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 هذو يجي موراهم الانفينيتيف. يعني انت لو كان تلقى في الجمله الاصليه تلقى بور كو ماشي تروح تبدلها مثلا افان دو نو عطالك بور كو بدلها بوحده اللي فيهم كو. واذا عطالك وحده من هذو مثلا عطالك افان دو ماشي تروح تبدلها مثلا دو بور كو روح بدلها مثلا بور ولا دو فاصون ا ولا دو سورت ا ولا دو سورت دو هكذا عليه باه تبقى يبقى الانفينيتيف نفسه ويبقى السيبجونكتيف نفسه لانه هو لو كان يعطي لك واحد من هذا او يجي موراه الانفينيتيف كي تروح تبدلو تاب افان كو واش راح لازم تجي دير موراه لو سيبجونكتيف. واغلب التلاميذ ما يعرفوش يصرفوا في السيبجونكتيف ماهمش حافظينه دونك لازم تدير حسابك. يعني المجموعه هذه مع بعضها والمجموعه هذه مع بعضها ما تخلطوش ما بيناتهم متفاهمين. هذو هما هذه هي ليكسبريسيون دو بوت الصح كامل في لي كونيكتور كي اكسبريم لو بوت هذا هو الصح داكور. دوكا واش بقى لنا كيلكو مو غولاتيف ا لابيل اللي عندهم علاقه بلابيل. هنا شغل مصطلحات داكور. هنا عندي واش حطيت لكم من لهنا لو تيكست اكزورتاتيف سي المناشده ولا الحث. اكزور سي يحث ولا يناشد. اكزورتاسيون هي الحث ولا المناشده. لو كونسا نيجاتيف عرض تقرير حول المشكل. لو بروبليم هو المشكل. La situation négative, c'est l'وضعية السلبية. Sensibiliser, هو يوعي. La sensibilisation, هي التوعية. متفاهمين؟ هذو شغل يعاونوكم باه تجاوبوا على الأسئلة. يعني يقدر دوكا يقول لك تا واش هو لو كونسا نيجاتيف. على بالك واش هو لازم تعرف واش هي لو كونسا نيجاتيف. هو المشكل. يعني في السؤال تعرف تجاوب. يعني يقول قال لك وراه المشكل في النص. زيد. عندي ثاني انتربولي هو ينادي. عندي نقدر نقول لوتور لي هو لو ديسيناتور ولا لوكيتور. ليميتور اللي هو الكاتب ولا المرسل يعني اللي كتب النداء اللي ارسل النداء. شكون اللي يقابلو؟ يقابلو لو ليكتور القارئ والله هو لو ديسيناتور المرسل اليه والله لانتيرلوكيتور والله لو ريسيبتور يعني القارئ ولا المرسل اليه. الفو معناها يجب. كي تلقى كلمة إيفو معناها يجيبو. كي إكسبريم لا نيسيسيتي اللي هي الضرورة. وكي يقول لك مثلا نو دوفون معناها وجب علينا ولا فرض علينا
يعني لازم نديروا الحاجه هذه نو دوفون نو دوفون ولا اون دوا يعني نفس الشيء ويجب علينا هذا سي تان فيرب دو موداليتي كي اكسبريم لا نيسيسيتي الفو اكسبريم اوسي لا نيسيسيتي دونك هذو هما اهم دروس تاع لابيل واش بقانا دوكا بقانا الدرس تاع لا ديفيرونس انتر لابيل اي لو تيكست ارغومونتاتيف وبقالنا لو كونترول ان شاء الله هذو نكملهم ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله هكذا ما بهم تكونش الحصه طويله بزاف وما تملوش منها دونك كون هنا وصلنا لافين تاع لا فيديو هذه ما تنساوش ديرنا اشتراك للقناه تخليو لنا جيم لا فيديو هذه ولي فيديو اللي فاتوا ديروا لهم دي جيم وخليو لنا اكبر عدد من التعليقات وافضل تعليق كالعاده ديروا له تثبيت في اول التعليقات وايضا بارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم يعني اذا تفرجت لا فيديو هذه وعجبتك روح زيد تفرج اللي قبلها يعني الحصص الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اتفرجوهم وباذن الله تستفادوا قدر كبير جدا في الماده هذه وتديو لنا علامات مليح يعني اوموا كي تعود رايح دوك رايح للباك تاعك على بالك واش كاين على بالك واش معناها ان ابيل كتهز شويه معلومات على بالك راح تجاوب انا على بالي راني متاكد باذن الله باللي تقدروا تجاوبوا تقدروا عليها ان شاء الله دونك بارطاجيو لا فيديو هذه ماكسيموم بارطاجيوها مع اي واحد تعرفوه راح يفوت الباك ابعثوها له هكذا باش يستفادوا كامل ان شاء الله دونك نتلاقاو ان شاء الله في حصص قادمه والسلام عليكم.